ضيف الجولة لهذا اليوم هو المحامي مبروك قرشيد، وسنتابع جديد القضية العدلية التي يرافع فيها على عائلات ومناظري التيار اليوسفي والذين تقدموا بقضية عدلية ضد الوزير الأول السابق الباجي قايد السبسي بتهمة التعذيب والقتل إبان ترأسه لوزارة الداخلية في ستينات القرن الماضي. أستاذ أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ. إلى أين وصلت القضية؟ القضية هي الآن هما اثنين قضايا، يعني مش قضية واحدة، ليس قضية واحدة، واثنين الآن موجودين في طور البحث لدى الفرقة المركزية الفرقة الثانية بفرقة البحث والتفتيش بالعوينة، وهي لجمع أدلة الإدانة على الاتهامات التي وجهناها للسلباجي والمجموعة التي ممكن تسفر الأبحاث ليس فقط على السلباجي قايد السبسي بل على غيرها أيضا. الأستاذ مبروك قرشيد معروف بأنه من التيار القومي العروبي في تونس، والتيار اليوسفي له نفس التوجهات تقريبا، فهل لذلك علاقة بالقضية؟ بكل تأكيد، يعني الإنسان كي توحنا بعد ثورة، نعم، والثورة تقتضي يعني النظر إلى الماضي، والثورة تقتضي أن ننظر إلى المرحلة السابقة والأخطاء التي وقعت فيها، وبطبيعة الحال كل شخص يعني عنده ميولات وقناعات وأفكار، يعني لابد أن يجد حنينا ما إلى من كانوا ضحية تلك المرحلة. ونحن باعتبارنا في خط العروبي العام نجد أن اليوسفيين كانوا ضحايا تلك المرحلة، وكانوا أكثر الناس ألما وعذابا في طيلة سنوات عديدة، وأن ذلك أثر لا فقط على اليوسفيين في حد ذاتهم يعني كأشخاص، بل أثر على مناطقهم، حرم تلك المناطق من التنمية في سنوات يعني وعوقب جماعي. نعم. وبالتالي من نبدا الاصلي هو ان نزيح الغبار على سنوات الجمر تلك، وان نزيح الغبار لا عليه ممكن اشخاص فقط بل على مناطقهم ايضا، وبالتالي نشرنا هذه الدعوه. ولكن اؤكد ان ليس هذا الدافع الوحيد الذي جعلني ارفع هذه القضايا، الدافع الثاني هو انه تقدم لي مجموعه من الاشخاص وطلبوا مني نشر قضايا كمحامي. نعم. لازم نرفع قضايا في المطلق. محامي الدفاع عن السبسي قال إنك تلقيت ضوء الأخضر من السيد المرزوقي لمقاضاة السبسي لتصفية حسابات قديمة، كيف ترى ذلك؟ هو زميل هذا المحامي متاع سلباجي، أنا نستغرب من اللي الكلام هذا. هو أولا رجل يعني ناب، أولا ما ناب زين العابدين بن علي رئيس المخلوع في قضية التسكير أمام المحكمة في تونس، وتنقل مصر لنيابة حسني مبارك، والآن ينوب قايد السبسي يقول أنه مستوى على الباجي قايد السبسي. وانا نستغرب شنو الرابط ما بين ثلاثه شخصيات، يعني هل ترى يوالي المرحله القديمه بعربيا تونس في الخارج ولا شنو القصه؟ انا لم اتلقى اي ضوء اخضر من اي شخص. انا ما تلقيته من الضوء الاخضر هو حليف الذي كلفني بالملف، واشخاص موجودين وجبتهم في الاعلام وشاهدتهم في التلفزيون وسمعتهم في وسائل الاعلام الكل اللي هم موجودين واحياء. وثاني ذلك هو الضوء الاخضر من نفسي التي سمحت لي بان اتولى القيام بهذه القضايا لان اعتبرها قضايا عادله لا أكثر ولا أقل. بالتالي محاولة البحث عن مؤامرة ما وأن هناك من يكلف وهناك بالوكالة، هذه فكرة تآمرية قديمة قديمة اعتمدها النظام البايد واعتمدتها السلطة سابقا، ويكفي من التشكيك، حملة التشكيك التي تستهدف المناضلين والأشخاص، وإحنا نحبهم يجاوبونا عذب ولا ما عذبش، اختصار شديد، هل كان عالما أو لم يكن عالما، علاش هلف والدوران الكل. نعم. الباجي قايد السبسي صرح الأحد الماضي أن هذه القضية سياسية وتأتي للنيل من شخصه، وأنك تترافع في قضية البغدادي المحمودي، ما ردك؟ هو قال أن الأستاذ مبروك قرشيد حرف اسمي بطريقة سيئة، نعم، كعادي دائما، قال راه أنا السيد هذايا موالي للنظام الليبي ومدعوم وكون ثروة من النظام الليبي السابق. نعم. وهذه خطيرة. علاش خطيرة؟ لأن تمس من مصداقيتي، وصدرت عن إنشاء إنسان يفترض فيه العلم بخبايا الأمور، ما صدرش عن مواطن في قهوة في إشاعة، وتجارها أمام 10 ملايين تونسي. نعم. وكان رئيس حكومة يترأس وزارة الداخلية وله علاقة بالبوليس السياسي، وهذه سأحتفظ في حقي بمقاضاة الباجي قايد السبسي على هذا الموضوع. نعم. لأن يتهمني زورا بأن أنا عندي حتى علاقة بالنظام الليبي، ولم أتنقل الليبي ولا أعرف النظام الليبي. نعم. لا علاقة لي إطلاقا بهذا النظام. بالتالي هذا الادعاء والتشكيك، حتى أن الادعاء الاتهام اللي نعطيه أنا ومن وجه له ما نجمش أرجع عليه في الأصل، فحاول أن يشكك ككل البرجيبيين السيئين وككل البنعليين يعني. بالتالي هو يعتمد نفس أساليب القذرة للجمهورية الأولى في التشكيك في المناضلين، وبالتالي هذه نعتبرها خطيرة. نعم. وخطيرة جدا، وسأقاضيه من أجلها، وعليه إما أن يثبت أنني فعلا كنت على علاقة بالنظام الليبي أو أنه كذب في حقي
ومارس أسلوب الدعاية التي لا تليق بسنة، وعليه أن يتحمل مسؤوليته كما تحمل الرجال مسؤوليته أمام القضاء. لكن الأستاذ مبروك كرشيد يترافع في قضية البغدادي المحمودي، أليس كذلك؟ يعني البغدادي المحمودي أولا أنت مولد جنوب، وأنا نعم. أتحدث لأولاد الجنوب. نعم. البغدادي المحمودي نحن نعرفه ليس من الآن. نعم. وأهالية في بندردام ما يعرفوش من تو. يعرف أخوه الشيخ أحمد، ويعرف عائلته، يعرف أنا نبت كريم متوقف معاه في قضايا تجارية قبل ذلك التاريخ. يعني احنا باعتبارنا يعني مصير منطقة بنكردان، عندما توقف البغدادي المحمودي جاتني عائلته، انا محامي لست متطوع عن البغدادي المحمودي، انا كلفت من عائلتي من ابناء اخوه ابناء الحاج احمد الذي توفي الفترة، وهذا شخص نعرفه من قبل، وهم عائلة تعرفوا النوايل في ونطمور الجنوب، وتعرفوا النوايل اللي هم على خلطة منطقة بنكردان ومطاوين وكل جنوب، بالتالي انا كلفت من عائلته ولم اتولى نيابة اي ليبي اخر. ليش ما نمتش اخو ولدي الحميدية وما نبتش ابن القذافي بالتبني او قريبه بالتبني، نبت فقط البغدادي المحمودي كرئيس وزراء، والحمد لله افلحت في ان امنع الاذيه عنه كبشر، لان كان مطلوب ان يوثق الى ليبيا ويذبح في صفقه مشبوهه بين حكومه الباجي قائد السمسي والمجلس الانتقال الليبي. والشعب التونسي وقف وراء البغدادي المحمودي وطلب بعدم تسليم البغدادي المحمودي الى السلطات الليبيه لانه كان سيذبح. وانا تحدثت حتى في اذاعه تطاوين، وتعرفوا الراي العام اين كان متجه. بالتالي عندما نبت البغدادي المحمودي كنت نبته اولا بتكليف من عائلتي، وثانيا دفاعا على حقوق الانسان في تونس. وانتصارا لئلا يسلم هذا الرجل الذي جاء لاجئا الينا الى لي، وانا في هذا ما كنتش وحدي. كانت معي كل المنظمات الدوليه بما فيها الامريكيه. جاءت اتصلت بي، هيومن رايتس واتش اتصلت بي، فريدم هاوس اتصلت بي، منظمه العفو الدوليه اتصلت بي، الرابطه التونسيه لحقوق الانسان رئيسها نايب عضو في لجنه الدفاع اللي انا الفت عليه، والاستاذ راجل النصراوي معي، كل هؤلاء كانوا يدافعون على البغدادي المحمودي لانهم يعتبرون تسليمه من الباجي قائد السمسي جريمه. بل نقول لك اكثر، اذا كان بمنطق الاشاعات، هناك من يقول ان هناك صفقه ابرمت بين السيد الباجي قائد السمسي وقياده المجلس الانتقالي على تسليم البغدادي المحمودي في المقابل. ولكن انا هذا ما نقولوش وما نعتبروش مصدر رسمي، ولكن هذه اشاعات موجوده محمود المقابل. وعندما تاتي وقت المحاكمه العادله في ليبيا وفي غيرها، طيب يمشي البغدادي المحمودي وغيره المحاكم في ليبيا. هذا موضوع وهمي مش صحيح. نعم. هذا كنت اتمنى ما عليه ان يجيب. نعم. عذب او لم يعذب. انا مش كنت حرم الجواب. حاجه اخرى. هو يومها ما قالش الكلمه هذه فقط، قال حاجه اخرى. وهي سيئه جدا. قال هذوما نشيلهم عليا كلاب السوق. نعم. يعني رئيس وزراء بحجم الباجي قائد السمسي، أنا أصبحت أسميه الباجي عثرات اللسان. نعم. أسميه الباجي عثرات اللسان. مرة يقول قرودة على توا آمر الحرس الوطني سي السكوحي واللي ناس معاه. ومرة يقول عصروه خرجوا من الجاز على محمد علي الجنزوعي وقت لي يتحدث عليه، قلت لهم عصروه خرجوا من الجاز، رئيس الوزراء يتحدث بهذه الطريقة. مرة يقول كلاب سوق، ما قالوا عن الليبيين أنه عذبهم وأنه كان مسؤول عن التعذيب. كان صحيح. الأستاذ مبروك كرشيد، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافات، وبهذا نصل إلى ختام فقرة ضيف الجولة. شكرا وإلى اللقاء.